الجن والإنس من الأولين والآخرين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلال كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي
وخلیفتی وصاحب لوائی قد زنت لکا فدخل علی تحت الکساء ثم آتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بزعتی قد زنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملن جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء وامیا بیدہ الیمنی الی السماء وقال اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات وسلام فقال جبرائيل يا رب اتعذن لي ان احبط الى الارض لاكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زنت لك فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امين وحي الله فانه نعم قد زنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال جبرائيل فقال لابي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمت وحفت بهم الملائکت وسفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علی علیہ السلام اعظم اللہ حفظنا وفاز شیعتنا ورب الكعبة فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثانیا
يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا التماس دعا وفيه محموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات اكشف حوائجنا بحق اصحاب الكساء فقال علي عليه السلام ازم الله فوزنا وسعدنا وفاز شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخرات ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وساهل مخرجهم وأهلك دفهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق سيدا وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الأهل احسان وبحق تسعة الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام يا بار الله بحق محمد وآل محمد مصدق محمد وآل محمد اس مجلس عزا کے نکات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک بحق محمد وآل محمد مصدق محمد وآل محمد ہمارے محترم ذاکر ساجد حسین بخاری صاحب مالک ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما مالک ان کی والدہ مرحومہ کے درجات بلند فرما تمام حاضرین مجلس کی تمام حاجات شریعہ پوری فرما ہمارے بے گناہ جو بھی اسیر ہیں مالک انہیں رہائی نصیب فرما ہمارے محترم بھائی ذاکر پیار علی ذاکر جمشید شیرازی صاحب دیگر جتنے بھی مومنین بیمار ہیں مالک شفا کاملہ نصیب فرما مالک زمانہ اس مجلس کا پرخلوص انعقاد لنگر و نیاز تمام اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک اس کا ثواب ان کے خاندان کے جملہ مرحومین بالخصوص ان کی والدہ مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج فرما مالک ان کی قبر و حشر کے منازل آسان فرما بروز محشر شفاعت آل رسول کی نصیب فرما مالک بسط کا محمد والے محمد ہمارے بزرگ ذات ذاکر سید ہادی حسین شاہ صاحب مالک ان کی زندگی دراز فرما مالک ان کو روح صحت طویل عمر عطا فرما مالک زمانہ ایک ایک فرد کا ایک ایک نام لینا مناسب نہیں وقت نہیں مالک تمام علیم بذات صدور اللہ دلوں کے راز بہتر جاننے والا اللہ مالک تمام مومنین کی تمام حاجات شریعہ پوری فرما دشمنان آل رسول کو اپنے مقاصد سمیت نیست و نابود فرما مالک ہمارے وقت کے امام کا جلدی ظہور فرما تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے سلامت رہیں یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے دیکھنا میری طرف اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے